المراحل النهائية لشكل الأبنية والمنازل هي اللي تحدد جمال مظهرها، وأكيد اليوم رح نتحدث عن هذه المرحلة واللي تتمثل بصناعة الأصباغ في برنامج صنع في العراق. احنا متواجدين اليوم بشركة دبي للأصباغ واللي تأسست عام 2000، يوجد لها فرعين، فرع بدهوك وفرع ببرطلة، وتنتج العديد من الأنواع المختلفة للصبغ بطاقة إنتاجية تصل ل 30 إلى 40 طن. بعد مرحلة الطحن وصلنا لمرحلة الخلط واللي يتم بها خلط المواد الأولية مع الأصباغ، طبعاً بحسب مدة معينة وحسب درجة اللون، لكن شنو اللي يخلي هذه المدة تختلف؟ طبعاً احنا نستخدم في صناعة الأصباغ أكثر من 38 مادة أولية تتنوع بين مواد أساسية ومواد فرعية، وعبارة عن أكاسيد وبدمنات وأيضاً بوليمرات وأركيد ريزين، وايضا عندنا مواد بي في اي ومواد ستايرين اكريليك بالنسبه للاميلشن، وعده انواع نشتغل بها طبعا من مناشئ عالميه رصينه، وحتى نقدر نضاهي بها المنتجات الموجوده المطروحه في السوق، المنتجات التركيه والمنتجات بقيه المحافظات. بعد المراحل السابقة اللي مر بيها المنتج، وصلنا وياكم لمرحلة التعبئة. رح يتم تعبئة الأصباغ بأشكالها المختلفة. وهسه أستاذ فواز مدير المصنع رح يحكي لنا بعض التفاصيل عن المنتج. اهلا بك استاذ فواز. اهلا بك، الله يسلمك. بالبدايه حابين نعرف انواع الاصباغ اللي تنتجوها بالشركه. والله بصراحه عندنا احنا عده انواع وعده احجام كذلك. الانواع الاموشن والدهني والفاينل سيك والووتر ستوب ووارنيش وما نحصده، انواع كثيره يعني حوالي بين 20 نوع. زين، يعني بالنسبه للسعر، جوده المنتج، شنو الفرق عن المستورد؟ والله المستورد يعني احنا الجوده مالنا جيده جدا. والدليل على هذا عندنا فحوصات احنا دوريه، يعني كل شهرين او شهر تجي الرقابه وتاخذ فحوصات ودرجه اولى. بس يبقى المنتج اللي هو اسم بالسوق، تعرفين العالم ترغب المستورد دائما كل الاشغال مو بس شغلتنا. طيب، يعني شلون تشوفون اقبال المواطنين على منتجكم بالاسواق؟ والله الحمد لله احنا منتجنا ماشي جدا، كردستان وداخل العراق ايضا، عندنا بالمحافظات تسويق كركوك، موصل، اربيل، سليمانيه، لدياله، الى بغداد نبيع احنا ان شاء الله. بس نحتاج شويه الى دعم، يعني دعم حكومي، دعم مثل ما يقول المواطن لازم يشجع المنتجات الوطنيه، هذا اللي نحتاجه يعني. احنا من خلال صنع في العراق بالتاكيد نسلط الضوء على الصناعات المحليه اللي تحتاج دعم، ومن خلال هذه الحلقه ان شاء الله ندعم شركتكم بالتوفيق ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا. وصلنا للمراحل النهائية من إنتاج الأصباغ بشركة دبي. يتم عزل المنتج بحسب الألوان والأحجام داخل المخازن.
من خلال برنامجنا سلطنا الضوء على الصناعات المحلية والمصانع المحلية واللي تحتوي على أيادي عاملة. وصلنا وياكم لختام حلقتنا من برنامج صنع في العراق، انتظرونا بالحلقات الجاية، إلى اللقاء.